السلام عليكم خوتي خواتاتي، واهلا اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. عرفتوا شنو تشهيت اليوم؟ اليوم تشهيت رفيسة، الله يطول لي عمركم، رفيسة المغربية تشهيتها. اذا غادي نعمل رفيسة بداكشي اللي عندي، ما كنمشيش نتقدى، داكشي اللي عندي هو اللي كنخدم به. هنا عندي البصلة في المجمد، انا البصلة ما كنشريهاش طرية، انا كنشري كيلو ديال البصلة في المجمد، ما نقولش لكم عليه. عندي القزبه وكذلك في المجمد، عندي العدس كملت واحد الباكيه وزدت من الثانيه، وعندي الثومه. غادي نعمل هذا الكاس ديال زيت الزيتون، وغادي نشحر هذا الشيء واحد شويه ونرجع لكم. غير كتقبض فيها العافيه واحد شويه البصله، صافي كان مرق. الله يطول لي عمركم، العطريه ما كنعملها حتى كان مرق. هنا يلاه يطول لي عمركم، عندي الابزار، عندي الخرقوم البلدي، عندي الكاوية، عندي القفا، وعندي الكوزة، ياك وي هادو غادي نزيدهم هنايا. واحد ورقة سيدنا موسى، كيف كتشوفوا معايا كنعمل واحد المعلقة ديال مركز الطماطم. بالنسبة للناس الجداد غيقولوا لك ما فيهاش الدجاج، انا ما كناكل لا الدجاج لا اللحم. انا اي كل اكله كنبغيها كنوض كنعملها، كتجي يا سلام، ما كاين لا دجاج لا لحم. البنات كيف العاده خديت جوج باكيات كانوا عندي في المجمد، جوج ديال الباكيات. غادي نطيبوا هاد المسمن، يعني جوج ديال الباكيات طاحوا عليا ما كملاش 5 اورو، 10 ديال المسمنات 400 غرام في الباكيه. غادي نطيبوا وغادي نرجع لكم. هاد المسمنة البنات عامل بحال الشكل ديال الملوي، راني بزاف ديال الناس مشاو خداوه وقالوا لي شكرا شكرا ليك، وما كانوش كيعرفوا الطريقه كيفاش كنطيبوه. انا قسمتها معكم وغادي نعاود نوريها لكم ان شاء الله. هذاك الغيون اللي كيتحط فيه هاد المسمن راه فريمون ملي كنمشي في العشيه كنلقاه خاوي، يعني انا كناخذو من كارفور، كاين في اوشو كاين في كارفور، هاد لا مارك معروفه. ماشي الله يطول لي عمرك، الا توحشتي رفيسة خاصك الدجاج وخاصك تنوضي تعجني، يعني في حالات الا ما عندكش هذا المسمن نوضي شويه العدس، شويه ديال البصله، شويه الثومه، شويه القزبر، شويه شويه من الحاجه، ونعمل رفيسة ديالتي ونطيب ونعطي لولادي ونعطي حتى لراسي. هانتوما البنات كيطيب، كيبدا كيتنفخ ما شاء الله عليه، الورقه كتكون تابع اختها. والله القسم بالنسبه للناس اللي كتعيشوا يعني في اوروبا بلا ما اختي تبقاي تعجني وتدلكي، ما فيش الملحه بزاف، يعني ناقص من الملحه، واقتصادا لهذا المسمن ما كيعملوش فيه الزيت بزاف، ومسمن تيقو بيا الناس كلشي دابا اللي متابعيني تلاحوا ليه. هانتي يلاه يطول لي عمرك المسمنه كتنفخ، هانتي شوفي غير. واحد السيده تواصلت معايا قالت لي كنخرجوا من المجمد وعاده باش كن، هانتوما شوفوا كيفاش غليظه، كتقول لي كنخرجوا من المجمد وكنخليه تطلق، لا من الباكيه ديريكت ندهنوا المقله، انا غنوريكم مره ثانيه صافي، وكنعاودوا ندهنوا من الفوق، ما كنديكونجليوش. حاجه ثانيه هانتوما ما شاء الله كتنفخ، هانتوما ما عرفتش كنت بغيت نقول لكم حاجه ثانيه، ما كيديكونجلاش، ويعني الا خديتي باكيه بجوج الاورو، هو كيعمل جوج الاورو 50، الا خديتي باكيه بجوج الاورو 50 فيها خمسه المسمنات، راه كل صباح تنوضي تعملي لك في مقيله مسمنه ليك والزوج ديالك مع شويه ديال العسل، راه البنات ما نقولش لكم عليه. هانتوما انا غنعاود معكم الطريقه مهمه بزاف. كنحطوها هكا وكنعاودو الله يطول لي عمركم من الفوق، كنعاودو ناخدو الشويته فيها شويه الزيت، صافي، ونخليوها تطلع واحد شويه. البنات مشيت ننسى الحلبه، مشيت ننسى الاساسيه، ها هي خديتها غادي نقيها ونغسلها ونرميها. هانتوما البنات كطيب واحد شويه من التحت، هانتوما كتنفخ، ما كتشوفوهاش راه كتطلع كتولي قدا قدا شنايا،
كطيب واحد شويه هكا، كنحمروها شويه من التحت ومن الفوق. ما نقولش لكم وحق الله القسم فين ما نتوحشوا، الله يطول لي عمركم. رفيسه اختي العزيزه ما تسنيش تيجي الدجاج البلدي ولا الدجاج الرومي، نودي اعمليها، نودي اعملي شويه الحلبه، شويه العدس، يعني البصله، ثومه، شويه القزبر اللي عندك في المجمد. المهم حطي ديك الرفيسه ديالتك وما شاء الله. هي هوايا باش زوين ما كيبغيكش تهملي عليه، يعني كتبقي حداها كتبقى كتنفخ وكطيب حتى غادي نطيبو كله. والله يا البنات نقول لكم دابا شطح عليا، وهذا قلب الام وعذروني. عرفتي شنو طاح عليا؟ لمياء كتموت على رفيسه. عرفتي شنو هي؟ عندك رفيسه والسمن، الكسكسو بالسمن، رفيسه بالسمن. غادي نوجد هذا الشيء وغادي نسقيه وغادي نهزو غنمشي عندها لدارها ملي نحس بها دخلات من الخدمه، وغادي ناكل انا وياها هاد رفيسه ان شاء الله. ونزيدكم واحد الحاجه، تا رانيا بنتها، رانيا بنت بنتي، يعني انا كنت عندهم في الدار ولا مياء صوبات رفيسه، وعيطات على بنتها وقالت لها راني مصوبه رفيسه، قالت لها انا جايه دابا. والله قسم قلت لها بنتك تتبغي رفيسه؟ قالت لي كتموت عليها. هانتوما المسمنات منفوخين خفاف، ما شاء الله يطول لي عمركم. واحد السيده قالت لي حليمه جابت لي جارتي، جابت لي واحد المسمنات، هانتي كي كتنفخ، شفتوها؟ شوفوا كي كتنفخ، ها هي كتنفخ بوحدها. قالت لي جارتي جابت لي مسمن، والله قالت لي حليمه الا المسمنه تعصريها يخرج منها كاس ديال الزيت. مالكي حبيبتي على حالتك؟ واش المسمن هو الزيت؟ الناس ديال زمان كانوا كيعملوا المسمن والملوي وغير بوحده رشه في يديهم، يعني تما كناكلو الكوليسترول مرض السمنه كنقلبو عليه. شوفوا ما شاء الله، شوف اختي علاش بغيتيني نبدا ندلك ونعجن ونخبزو؟ الله ما ندلكو. البنات غير التذكير الله يطول لي عمركم، الا بغيتوني نوريكم الطريقه كيفاش كنحضر السمن ديالي، راه كيجي حار. واحد السمن ما نقولش لكم عليه، راه كنصوبو لبنتي، كنصوبو ليا. دابا هذا هو صوبتو وغادي نخليه يعني يطلق واحد شويه. اش نقول لكم؟ ما كاملش شهر، شهر ما كاملش السمن ديالكم كيكون موجود والريحه ديالته يا سلام. الا بغيتوني نشاركو معكم خليو ليا في التعاليق وانا غادي نشارك معكم التحضير ديال السمن. ها نتوما هاد الطريح ديال المسمن ديالنا، ها هو يا ها نتوما كي كيجي، عرفتي شنو هو؟ كيجي هشيش، كيجي غادي يبرد واحد شويه وغادي نقطعو وندوزو الطريقه ديال التقديم. ها انت يا اختي العزيزه، اختي الحبيبه، ها انت قطعتو عشوائي، ما نقولش لك ريحه رفيسه قالبه الدار. والمسمن ها هو قطعتو، وملي غادي نسقيه غادي نرجع لكم. ها انتم البنات القهوه ديالتي المغربيه ولا بدا، الطبيب ما يحيدهاش ليا، و يعني الهواء ديال رفيسه ديالنا ها هو كيشرب واحد شويه، وغادي نقاسم معكم دقه بدقه. ها انتم البنات الطبق النهائي ديال رفيسه ديالتي عشوائيه، يعني رفيسه بنينه لذيذه بلا زواق بلا نفاق. دورتها بالبيض على ود لمياء، كتبغي البيض مسلوق في رفيسه. غادي نهز الطبيسيل ديالي، وبقات لي لاصوص عملتها في واحد السوبيره، غادي نهز الطبيسيل ديالي وغادي نمشي عند لاله لمياء. لقيتها هي هذيك، ما لقيتهاش غادي نبقى نتسناها. انا حطيت ليها اوديو جاوباتني، قالت لي ماما انا في الطريق. ملي قلت لها رفيسه ندمت، قلت لها عندك تواكي على البوشون وتمي جايه طايره بالطوموبيلتك؟ قالت لي لا لا غير بشويه، انا جايه ما عندناش الشتا بزاف. قلت لها عندك، الله يطول لي عمرك. لاله مولاتي المغربيه، لاله مولاتي الجزائريه المصريه التونسيه، الله يطول لي عمركم. الا تشهيتوا شي حاجه ما تقلبي لا على الحمله على الدجاج، نودي اعمليها، عملي عسته ديال المسمنات وحيدي شهوتك، ديك الشهوه ديال الترفيسه. ما نقولش لكم دابا الريحه اللي عندي في الدار، وسديت الباب ديال الكوزينه، ولكن نوبه نوبه كنخرج ملي كنرجع كنلقى يعني ريحه ما شاء الله عليها. دائما البنات الله يطول لي عمركم، رفيسه ملي كنحطوها للناس كاينين شي ناس كيعملوا اغلاط، ماشي ما كنعممش، حنا غير كنصحوا بعضياتنا.
ولا عندكم شي حاجه صيفطوها ليا مرحبا بكم. الرفيصه ملي كنحطوها للناس دائما كنحطوا زليفات ديال البلول، انا غادي نوريهم لكم. دائما البنات انتو كتشوفوا باقا سخونه، دائما كنرافقوها بزليفات ديال البلول ديال روا، باش اللي بغى روا يلقى حده ونحطو حداهم معلقات. كنتمنى خوتي خواتاتي، كنتمنى على ود ملي كنقاسم معكم شي طبق يعني يا اما لغد ليه يا اما في الليل كيصيفطوا ليا كيقولوا لي حليمه حنا عملناه، حليمه حنا عملناه. هادو الطبق ديال الشتوى كيف كنقولوا فيه كلشي، فيه الحديد، عرفتوا المكملات الغذائيه اللي كاينه في هاد الرفيصه، راه اللي خلقات هاد الرفيصه وجعلات الرفيصه كاينه على يعني في المغرب. راه كنقول ليها ارفعوا لك القبعه سيدتي، هاد الرفيصه تخلقات فصل الشتوى اللي هي اكله فيها المكملات الغذائيه. هذيك الثومه الله يطول لي عمركم ملي كنبغوا ناكلو كنمعسوها شويه وكندوزوها مع الرفيصه ديالتنا، ويا سلام يا سلام البنات. الله يطول لي عمركم، الله يخليكم ليا، حقكم في الجنه. وتا وحده فيكم ما تقول حليمه حاطه دجاجه بلديه ولا حاطه فروج ولا، انا كنقول لك لا لا مولاتي، من لا شيء تنوض تحضر عشيوه لوليداتك، من لا شيء. وتبارك الله عليكم وراكم لليتي وبنات سيدي وما شاء الله عليكم. ودابا انا القهوه ديالتي المغربيه شربت منها واحد الطاسه، والباقي حتى غادي نرجع ليه ان شاء الله. احبكم في الله والسلام عليكم.